maanta waxay ku beegan tahay 12 bisha Rabiic Ulawal aba Mawlid sida ay Soomaalidu u taqaano taasi oo daafaha caalamka laga xuso dhalashada Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee qayb badan oo ka mid ah wadamada Islaamka iyo sidoo kale deegaanada Soomaalida ayaa laga xusayaa maanta dhalashada Nabiga iyada oo si weyn loogu dabaaldegay masaajidka Toolofka oo ku yaalla xaafadda Isliye magaalada Nairobi loona yaqaano Masjidu Saxaaba waxa uu ka mid ahaa goobaha maanta laga xusay dhalashada Nabiga waxaana halkaasi isugu yimid culimo kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo u dabaaldegaya dhalashada Nabigooda nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay imaamka masjidka Toll of Street ama Masjidu Saxaaba oo ku yaalla wadada 12aad ee xaafadda Isliye Sharif Cabdullaahi Sharif Xasan isaga oo ka warbixiyay kulankaasi iyo waxyaabihii uu daaraa. Rabbi subxaanahu wa ta'aala walawla fadlullaahi calayka waraxmatuhu lahammat daa'ifatun minhum an yudilluuka وما يضلون إلا أنفسهم يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما مرهدي إلهي أكشي رسولك صلى الله عليه وسلم فضلك أكرك سيئ لأني فضل وين وأولي وكان فضل الله عليك عظيما فضلك إلهي أكرك هذا نبي محمد وأمد وين إلهي وحويني كشيغي واحدا باو هاري ملا إلهي أحدكو أماني أمان دم باو هاري ملا إلهي أحدكو عصمت سيي والله يعصمك من الناس عصمتك لو هاري ملا رسولك إن صلى الله عليه وسلم أحدك إلهي ودورتيا إن مركا أنه وأنه تعظيمنا واتي إلهي سبحانه وتعالى صحابة النبي وكو تأذيبي بر لوعنا تنديه كرنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحي إلهي سبحانه وتعالى صحابة النبي لو أذبيوي لو أبابيوي ما أركتا يعني دين تينا قنت دي أساس كذي واي إن شاء الله تعالى مركمانتا مسجد الصحابة أرنكا إساقا يعني سكوني ميدرتيسة علماء دبا إنو جوكت إن شاء الله تعالى إنت وقتك إنو غهر داي وحا إنو جيري دون كريموين علماء ديني ووينيد دبا إنو جوكت إن شاء الله تعالى كمو ذكاري كرنو إن شاء الله سيد الشيخ علي الشيخ محي الدين شيخ حسين شريف كان سيد محمد عبد الرحمن المالكي إن شاء الله يوحي كل علماء وصبيره وحن رجينا إن شاء الله إلى أن أقيم إن وقت أنت هذا النهار داي نقول بركة ماشي وكل قمناته ما له حذين مايو وأدور إنه نبقى وبحر لا ساحل له إنه كواح كي 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 له ذو دونه أي كله دونه هدي له هذا مركا إن شاء الله هذا وحيوح هذا شيخ حسين سجا أيان قهر مرينا إن شاء الله كلمة سينية مركو بقولنا شيخ محي الدين بودي بدونا هدي له هذا كدمنا شريفك وفي ليهين سد حدود هدي وإن شاء الله وقته ينصهر وأرك دونا مرك علومه ما دام هذا وقت وسكب يري هاي 18 دقيقة إن شاء الله إنا نوصل كوكبان الله إنه وانفعوا احتفالك داير تابتان واسكب جعلان لأن عدي تاباني كرتو ما دام علومه أنت بدن أي سكب جعل استم إنا وحاول سكو مشغولين بمحيي له قف بل داير بل سوق قيلين أي قيلين توداري بسكب مسلس كنا فيبا مرك قرح صباح ذنيك إنه صعب أنكو قرينا إياه يسألون بادالي موت عالم كان العرب بوكسي قاضيبة وذوقتي احتفال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي محبين تساعد ما يفر بديهين أفر مريولي هذا ما يلحك قيليان
كون كون باو احتفال يا نبي صلى الله عليه وسلم هذا ما له قشان انت عالم كان لقي احتفال يا رفريان هبين والبابا حال سيدك وحيي صدري سيدي الذين كانوا يحتفلون بالبارحه من الـ من الـ من الـ من, الـ من العشاء الى الصباح كانوا في موريتانيا وفي مكان ثاني سيدي في الصحراء في الصحراء جنوب الجزائر جنوب الجزائر ان شاء الله يعني انا رايتهم يعني كان يعني مباشر عبر بعض القنوات يكهد ليين واجا اوبريسين احتفال النبي صلى الله عليه وسلم مغرب سي اوبلا واجا اوبري وانت النبي فضائش سي قسائد النبي صلى الله عليه وسلم احس لغادي ما له بر نوع اسواي ان شاء الله تعالى شيخ حسين ضيبه كمده علمده واوين هي مغالده نيروبيا السنه والجماعه ايا دنكيسا كهدلي مهمده اي لهدهي ان وقتيدن او كلتو لقبته اي وليبا سدو كلتو ان لو علعليو مرار كلا دوون سي بولشدا دغهودا اي اوغو سو لالاباتو ارينتا لخيررتا نبي محمد نبت جليا نحريس كوركي ساعاته سدو كلتنا دايرتا لوغو اببيو انغا إلهي نغم مدغين سبحانه وتعالى نمنك يهود أها بغيا وحسدا سفادي سأقري رسولك صلى الله عليه وسلم أدتك هالكي لنو عدايا وحيالها اللغو لنو عدايا وحاكمدها رسولك سفادي سمشو كسه الجيدو مشو كدلان دونو عدايا يهود ليلي يهود حسد أي قبان إيا بغض أي قبان درتاد رسولك ويقريين سيان الله قرانين النغم ما دام أن أمة محمد نهي أهل إيمان نهي وحاكرك النجاة علمية غير به إن رسولك سفادي صلى عليه خلقي صاصوها رسولك إلا أطيه سفادي سأ خلقي سفادي خلقي أها سل الله قطيده ذاتك مركا يا يقان هذا بقول كي بطبعا سفاد رسولك يا أبو ركيسي يا سفادي سأ خلقي أها سوق مجرية ما يقانن بقول كيبا طبعاً، بل بقول كيبا حنجدا، بقول كيبا طبعاً، أمبا قراني سانجدا، بقول كيبا سجاشن ما قراني يعني، وعمرك رون الله هذا هو، حتى بقول كيبا شن أيا قراني سال غيابا، بقول كيبا شن حتى شن وكير تهاي، أنت قراني سال، سبب وحي تهاي ضدكم بيجي مادان مجالس العلم قا. علمك ما شاء الله آخر يوم لما يماد كتابة ما شاء الله قد نجي يستوى دير بيماد حتى هدي اللي جاي لي فيسبوك يا يوتيوب كا لما فرصة وحاس وحلو مشغولة وحيالها كلا وحيالها خير كا رسولك الله ما مشغوله ضدك أنت ما وح يكون مشغولان وحيالها كلا يكون مشغولان تها وح يكين يسا مركز على قدر كذا حيث رسولك صلى الله عليه وسلم يوم مضى إن أدو ليدته مركر الله الله هذا هو صيص صوب وحي تهي وحاجرة مر الله نحمره مكرفون الله نحمره وحلونا يا رسولك هو يدي متقانا مش يجيو ما قاعد أشك مش يجيو رسولك أبي متقانا مش يجيو مكرفونك قد تذكر الأحمر يا وضد صومالي الأحمر صعدا عدد موديس تذكر أهل العلميين أهل العلم ما تذكر مش هيجيو لكن لأن يرى هذا الدين اللي إذا هذا تيم كهبل لين كم تنا بقى مهر جوجها كاء بالمجلس الشيك سيف عم بقول شيء محير وأوح مفير صلا وأوح حركة تيم ككبد عيارو سيف عم بقول شيء وحي قادني رسولك صلى الله عليه وسلم هذا أنا نفتي إذا كنت دفاعه ومحبته هلك أجرسي سنتهي وأكتي سأل الوقف الأفضل الوقف لقادين كرين وأنا محبته هلك أضنقان هيو وأنا هلك أجرس سنتهي صار كل حياتي أنا هدي وحلا يقش يقو وأضنقان يا وحلا جي يا با محبته مركي يراتو عنقضوا أي يراتو رسولك أكتي سهدي الوقف لقادين أنا أضنقانن واحد أضنقشين إنه كقولين بق ما بتضنقني سب ما بتضنقني لكن هذه هدي وحلا جاش يقو وأتقن إسا محي هذا كتابنا إسا مركب أتت كنوع عاسة سو أم بعهنو إن مناسبوين كإنت لوحو جيو لوجا شاكيو رسولك صلى الله عليه وسلم وحو قالو يوحو جدو يوحو أها صلى الله عليه وسلم سوارين ده سماه بون أب وهبون تاي دنكيسا شق مهدين لاشه وكمده علماء دواوين عيا وحه وسجنا شجعي إن أي مهم تاي جعل كنبيه
قف كستا او مسلمان اي واجب كتاهي اونا كجعلادو نفتي ساي وح كستا او جعلياي سداح او كشغي حديدك رسولك او شيخو ففاهيي الى او اجعلادو وحي بني ادنا هو ددك او جعليا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ددك انت او جعشها إلى حبيبك كجعلاته وحل يري إيمانك هو ناقص مركي قفتي وحكو جيران وأن موجلين محبتي وحل لغا باهناي نقصان يكو جرت أهل نقصان تاسين لغا بدبادو وددك وحلو شاو نين هده وحو بجوغا الآن إيمان الآن بجوغا سيئلة تانيغا مر هده قفتي محبت لغا وحي يري إيمانك هو ناقص قفتي معارض كن نغتانا محين نغاني إيمان الآن نغاني قفتي معارض كن نغتا او حبيبك علي صلاه وسلام اسق او كابتيرسانايا او امه النبي كميد هدهايا امه الاجابان اهله تذكر النبي روميه او الهي روميان اهله حدنا وخي لغا ربا انت لغا وايه ان كو اكانن اي عداوه موجيه اي او دبي حبيبك ان لا شيخ علي صلاه وسلام اي دبيس اي محاضره كعقيدي انو حبيبك نقصان درتر ددك محبين تانا او دينتا كسارو هذا حان دي كرنا نكاس إيمان وشوي كرنا إيمال أنا لا دي كرا نقصان وحال وش يا قفتي محبتي لجر ربع لجواي هن كلنا هذا إيمان لا أنا نغنيسا إلى هيرك أكتين أي جرسين مركب حال لنا هنا بيقول عليه سلامة السلام جوانب تي سكو ساب سندنا عالبا لجت الماء بابا لما جاروا لكن وحون إن لجت أبتاع لجت مرموا حال لنا همركا دي النبي عليه سلامة السلام لجت شيء كيو ولا بد وحاء إن أذ وحقوق هذا توح الله جش حبيبك علي صلى الله عليه وسلم إلا إن أذ عذار الله ربا إله وحوري لقد كان لكم في رسول الله إسوة أو أسوة حسنة رسولك وحلا ربا إن لقو ضيدو طي شو أنا أحسن لقو ضيدو وأدي أي كسوق جاران ودا النبي قوم مري أت مرتو فعل يسمي هذا على تهدوس خصوصية عين أت سميس وردو أخري يسراد ودكذا هد وح الله وح دغ مهولها هدي أدركت إن أتقضى يا تعالى جهر وإله النوشة علي سلطة سلام دنا عند وجرت إن أتقضى يعني قضى شدي مركه ولازم ما ودك يني كرت شرع الإسلام واتني صحابي حديث كمان ترمد أوري حديث معني سؤها إله رسول كيسو شرع الإسلام وأقول تربضت أي وح عن كل دقة إيشك وح عن كل دقة إيشك مركه سوير الله زال وغلب رد لسانك أن يكون ردهم بذكر الله تعالى وكما قال صلى الله عليه وسلم عرب كاغو بذكر الله كقول هذا مركي ميحي لما ودك يني كار ميلو لما قارسين كارتد لكن إن هذا نبقى وضياته وأذكر على فعل كيسة قول كيسة وعن خصوصية أهين لابد إن هذا استعمال شغف مسلم هو محبة هذه آتايو وإن لقى أهلا وإن لقى مرمان حكم إذا مركا فرحد دلو فرحة النبي عليه الصلاة والسلام احتفالك وذكر مولده أه لو احتفال يا نبي مولد كيسة لو احتفال يا ولا بد إن جعلتك متى حيا لقفك قفك وجعلي هاي شيء كيس مدب ما هو كفر حيا وكفر حماه وشيء كيس مدب نبي قال عليه الصلاة والسلام بله قرآن كيس وكل سورة رماد كذا وكل النقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وحنكو شيء جينا رسول شهر أخبار تودي إن عن قلبك عجوا كحسيلن مرك حبيبك علي صلى الله عليه وسلم هذه صفات دي سلوش هيكو يدغن كيس سلوش هيكاه اسغا رسول شرا لو شيغ لكن انغا وحنا ليري نبينا راعنا علي صلى الله عليه وسلم هذه مرك لو شيغ ودد ومرى يسو ومرى ولازم اناد مرتاه ولاغا مرمان وقدام بين سيد محمد عبد الرحمن المالكي وكم إذا علم ذا ووين ودنك مروكو أي وحو شاقي إن نبي محمد نبت قليو إن حريس كوركيساس آتي إنتا أيسان آدنو حسين وربيكيس حسي إساقا وكلمدو كلدوان ولحريري سيرادا نبيغا إيو سيدا لوين يي وهالكاسي كاسو جيدي waxa kala too su'aal galiyay dadka ka soo horjeeda xuska dhalashada nabiga in ay cadeeyaan waxyaabaha xaraamta ah ee ku saabsan ixtifaalka ama weynaynta dhalashada nabiga hadii ay noqon lahayd siiradiisa oo laga sheekeyo cuntada iyo waxyaabaha kala duwan ee dadka masaakiinta ah lagu sidaqaysanayo iyo guud ahaan talaabooyinka la qaadayo Allahu subhanahu wa ta'ala
قبلنا احتفل بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى حين أقسم بمكة المكرمة لم يقسم بها إلا حين جعل محمدا صلى الله عليه وسلم حالا بها، فجعل القسم بها مرتبطا بحلوله بها. لا أقسم بهذا البلد، وأنت يا محمد حل بهذا البلد. الله سبحانه وتعالى لم يقسم بأحد من البشر إلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم بحياته. لعمرك أي يا محمد، الله يقسم بحياته، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ونحن الآن نحتفل ببداية حياته صلى الله عليه وسلم. ثم نحن ما الذي نفعله في ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي نفعله في ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. قال المفسرون: عزروه أي عظموه. والمدح نوع من أنواع التعظيم. ما الذي نفعله في ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نذكر الله سبحانه وتعالى، والله يقول: فاذكروا الله. وقال في موضع آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما الذي نفعله في ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نطعم الطعام، والله يقول: ويطعمون الطعام على حبه. ما الذي نفعله في ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ننفق في سبيل الله، والله يقول: ومما رزقناهم ينفقون. ما الذي نفعله في ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقرأ ونتلو سيرته، وهو القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده. فكيف نحب من لا نعرف؟ لا يمكن أن تحب من لا تعرف، فلا بد أن تقرأ سيرته، لا بد أن تقرأ دلائله، لا بد أن تقرأ شمائله، لا بد أن تقرأ خصائصه. أبعد كل هذا الذي نفعله في ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء قائل وقال: إن المولد حرام، فالسؤال: أين الحرام؟ هل الحرام في إطعام الطعام؟ هل الحرام في الإنفاق في سبيل الله؟ هل الحرام في مدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل الحرام في قراءة وتلاوة سيرته ومسيرته بأبيه وأمي؟ أين الحرام؟ مرة المرات كنت مع أحد مشايخنا اسمه الشيخ الحاج المشري، هو في جنوب موريتانيا في محضرة اسمها النباغية، فقال له أحد المريدين، قال له: هناك من يعترض على قول البصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي. فقال له الحاج المشري ببصيرته الربانية، قال: سبحان الله، البصيري قال: يا أكرم الخلق، ولم يقل: يا أكرم الخالقين. لأننا لا نتأمل الألفاظ، بل أحيانا نبتلى بمن يقول إن المجاز حرام. طيب، إذا لم يكن هناك مجاز، فكيف نفهم القرآن؟ جدارا يريد أن ينقض، هل الجدار يريد؟ هل الجدار له إرادة؟ هل الجدار يفهم ويعقل ويعي؟ إذن لا بد من المجاز. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.